بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين وأصدقائي الأطفال، ونرحب بجميع من انضم لمتابعتنا في شاشة تلفزيون سلطنة عمان وفي برنامجكم علم ومرح، وأهلا وسهلا بكم. تحية معطرة بشاد الورود والياسمين نبعثها لكم أيها الأحبة أينما كنتم بهذه الإطلالة، وعلى الهواء مباشرة على مدى ساعة ونصف من الزمن نقضيها معكم. نسعد بتواصلكم معنا ونستمتع بسماع أصواتكم الجميلة والرائعة ومتابعتكم لفقرات برنامجنا، آملين أن تقضوا وقتا رائعا معنا. أكيد أصدقائي الأطفال، برنامج راح يكون حافل بالعديد من الفقرات المنوعة كالمسابقات والمواهب، بالإضافة إلى الجوائز، وأكيد راح يكون معانا فقرات متنوعة بالإضافة إلى فقرتنا الأساسية واللي هي شخصية حلقتنا لليوم. وإحنا طبعا في كل حلقة راح نعرفكم على شخصية عمانية كان لها دور بارز في إبراز التاريخ العماني، فماذا عن شخصيتنا اليوم؟ تابعوها في قادم الحلقة. فرحان، أهلا بك يا صايد. إيش رأيك ترحب بأصدقائنا وتقولهم أهلا بكم في برنامج علم ومرح؟ حسنا حسنا، أهلا بكم أصدقائي الأطفال. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير، لا أسمعكم بصوتي العالي. صباح النور. أحسنتم يا أصدقائي، وأهلا بكل من يتابعنا في برنامج علم ومرح، أهلا بكم. أيها الأحبة في هذا اللقاء الصباحي الذي يجمعنا وإياكم في برنامجكم علم ورح، واللي راح يطلع عليكم إن شاء الله كل جمعة وسبت من الساعة 9:30 وحتى الساعة 11 صباحا. تعودنا أصدقائي أن يكون معنا في كل حلقة مجموعة من الأطفال للمشاركة في فقرات ومسابقات البرنامج وعرض مواهبهم الرائعة. أهلا بكم أصدقائي. أهلاً وسهلاً بكم معنا في برنامجنا، ويلا يا فرحان خذ المايك ونروح نتعرف على أصدقائنا. حسناً يا أمجاد. أصدقائي الأطفال، أصدقائي أهلاً بكم. اليوم طبعاً أصايل الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله الاختبارات كانت سهلة، واليوم معنا كذا مجموعة من المواهب الجميلة أكيد راح تنبهري، وكل مشاهدين راح ينبهروا ويعجبوهم هذه المواهب إن شاء الله. أكيد، وأنا أصلاً اشتقت حال أصدقائي واشتقت لك أنت وفرحان، وإحنا اشتقنا لك. شكراً لك يا صديقتي. يلا نبدأ مع أول مشارك معنا في الحلقة. أهلاً وسهلاً بك. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي عمر بن عبد العزيز بن سعود القصابي. أهلاً وسهلاً فيك يا عمر، وانت يا بطل ايش اسمك؟ اسمي هو فريد بلوشي. سمعت فرحان اسمك؟ لا ما اسمع، انظر الى الكاميرا وقول بصوت عالي. اسمي هو فريد البلوشي. يا هلا فيك يا هود، يلا تعطينا قل الصوت لجنبك، ايش اسمك؟ اسمي قاسم بن منير الزجالي، عمري 11 سنة. أهلا فيك يا قاسم. اسمي محمد سمير الزجالي. أهلا بك يا محمد. فيك يا محمد. وأنت يا صديقتي، ما هو اسمك؟ حارثة سمير الزجاري. ما هو اسمك؟ حارثة بنت سمير الزجاري. حارثة، أهلا بك. أنا اسمي زينب فريد البلوشي.
زينب. ايش رايك تشوفي على الكاميرا هناك وتقولي اسمك مره ثانيه؟ انا اسمي زينب فريد البلوشي. هلا ومرحبا فيك يا زينب، ولبسك حلو يا زينب. اعطيها المايك بسألها، من وين هذا اللبس يا زينب؟ من صور. من صور؟ شريتي من صور ولا لبس صور يعني؟ لبس صور. اللبس صوري حلو، حلو الملابس، حلو الملابس العمانية صح؟ حلو رائعة، تبرز هوية الشخص. صحيح، أنا وايد أحب الملابس العمانية الجميلة اللي طبعا تبرز هوية كل ولاية وكل محافظة. لبسك وايد حلو، إن شاء الله عندك مواهب حلوة نفس لبسك. إنزين تمام. إذن أصدقائي الأطفال إحنا نرحب فيكم، إن شاء الله تقضوا معانا وقت حلو ممتع، وإن شاء الله تنتظركم مسابقات وأيضا جوائز حلوة. أيضا أنتم يا أصدقائي الأطفال اللي تتابعونا عبر شاشة التلفزيون سلطنة عمان، إحنا مثل ما ذكرنا في الحلقات الماضية إنه من أحد أهداف برنامجنا الأساسية هو تعريفكم بالشخصيات العمانية التاريخية التي ضربت أروع الأمثلة في كتابة تاريخ عمان في مختلف المجالات. وأيضا يا أصدقائي من هذه الشخصيات شخصية أحمد بن ماجد الذي يعتبر أسد البحار، وكذلك معنا شخصية أحمد بن نعمان الكعبي أول سفير عربي إلى الولايات المتحدة، وأيضا لدينا شخصية نور الدين السالمي وكذلك الطبيب والفيزيائي أبو محمد عبد الله بن محمد الأزدي الذين تم إدراجهم في قائمة سجل الشخصيات العمانية والعالمية البارزة باليونسكو. أكيد هذه هي شخصياتنا العمانية التي نعتز ونفتخر بها، وإحنا إن شاء الله بدورنا راح نعرفكم على جميع هذه الشخصيات، مؤلفاتها، أعمالها وإنجازاتها، وأيضا ما ساهمت به في التاريخ العماني والحضارة العربية والإسلامية بشكل عام. ولكن يا أصايل ماذا عن شخصيتنا اليوم؟ شخصيتنا اليوم يا أمجاد يا أصدقائي شخصية مميزة ورائعة، ساهمت في تشكيل مجال كبير في عمان، وساهمت في تأليف كتب في الجانب الديني والتاريخي، وأيضا أثرت وطورت الكثير من العلوم منها علم الفقه وكذلك الأدب. دعونا نتابع هذه الفقرة الخارجية لنتعرف على شخصية الحلقة. أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين وأصدقائي الأطفال، نحييكم بأجمل تحية في حلقة جديدة من برنامج علم ومرح، ومع شخصية عمانية جديدة أسهمت في تطور العلوم والفقه والآداب في عمان. نتحدث اليوم يا أصدقائي عن العلامة الشيخ محمد بن شامس البطاشي رحمه الله، وهو قاضي ووالي وأديب، ولد في ولاية قريات عام 1912 للميلاد. حفظ الشيخ محمد بن شامس البطاشي القرآن الكريم وهو ابن 8 سنوات، ثم تعلم بنفسه فقرأ كتب الأدب والتاريخ وحفظ بعض دواوين الشعر العربي. أصدقائي، كما أن للشيخ محمد بن شامس البطاشي مؤلفات أخرى كثيرة، منها كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، وهي موسوعة في الفقه وأصول الدين. وقد توفي الشيخ العلامة محمد بن شامس البطاشي في أول من شوال عام 1420 هجري الموافق 8 يناير عام 2000 ميلادي. أعزائي، للشيخ محمد بن شامس البطاشي مؤلفات متعددة أبرزها منظومة سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب. أتمنى أن نكون قد قدمنا لكم المعلومة والفائدة أصدقائي عن شخصيتنا اليوم، وأدعوكم للقراءة والاطلاع دائما لمعرفة المزيد عن شخصياتنا العمانية، ودمتم بخير. إذن
الشيخ العلامة محمد بن شامس البطاشي هو شخصيتنا لليوم ولحلقتنا إن شاء الله. اليوم راح نتحدث أكثر عن محمد بن شامس البطاشي، راح نذكر إنجازاته وأكيد راح نتناول هذه الشخصية العمانية الجميلة بشكل سلس وبسيط، ونتمنى أنكم كذا تأخذوا المعلومة وتحفظوها إن شاء الله وتستفيدوا منها. صح يا أصايل؟ أيوة صحيح، لأن هذه المعلومات راح تفيدهم وأيضا تنمي الهوية العمانية. صحيح. الحين إن شاء الله راح نروح للمواهب. يلا يا فرحان تأخذ ناقل الصوت ونروح البنوت اللابسة وردي، الفستان الوردي الجميل. حسنا حسنا صديقتي، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا حارثة؟ خير. حارثة أنت كم عمرك؟ 10 سنين. العمر كله يا حارثة. حارثة كلمينا عن مواهبك. طبعا انت اليوم حضرت لنا كذا مفاجأة جميلة وموهبة رائعة، هذا نخليها بس نتحدث عن مواهبك الأخرى وإيش تحب تسوي إنك في الوقت الفاضي أو وقت الفراغ. طبعا عندنا في بيتنا ورشة، نروح هناك نصنع الفخارات ونصنع، يعني يكون هذا وقت فراغنا يعني كل ورشة. يعني ايوه ان شاء الله في سياق الحلقة نشوف موهبتك. تعرفي شخصيتنا لليوم ايش هي؟ محمد بن شامس البطاشي صحيح؟ ايوه. ان شاء الله كذا راح نتناول عنها معلومات جميلة. عندك معلومات ولا نسمع من اصدقائك؟ نسمع من اصدقائك. تمام يلا ننتقل لطفل اخر تاخذ من عندها ناقل الصوت، من عنده معلومات عن محمد بن شامس البطاشي؟ من لديه معلومات يا أصدقائي؟ تعال هنا للبنوتة اللابسة الصوري. الله، تعرفين على اسمك مرة أخرى يا حلوة؟ اسمي زينب فريد البلوشي. هلا ويا مرحبا فيك يا زينب. زينب تخبرينا عن مواهبك، إيش تحب تسوي؟ أنت أول شيء بأي صف؟ رابع؟ ثالث. الصف الثالث، كبرتك سنة أنا. تمام يا زينب، تخبرينا عن مواهبك، إيش تحب تسوي في وقت الفراغ، في الفسحة مثلا، في المدرسة؟ هاي زينب امسك المايك كذا عشان يسمعوك. تحب ترسمي زينب؟ أيوة. تحب ترسمي وتلعبي مع صديقاتك في المدرسة؟ إيش تلعبوا؟ خبريني إيش تسوي في الفسحة. مسك المايك يا زينب كذا أيوة عشان يسمعوك. تلعبين مع صديقاته؟ زين زينب انت محضرتنا اليوم معلومات صح؟ يلا زين تقرأ المعلومات بس بصوت عالي يا زينب. تمام؟ يلا. الشيخ محمد بن شامس البطاشي صاحب أكبر موسوعة شعرية إسلامية، وسوف أقرأ لكم الكلمات التي لخص بها الشيخ محمد بن شامس البطاشي مسيرة حياته التي كرسها لخدمة الإسلام. مارست الأمور وتقلبت بي الأحوال، وخالطت الأئمة وتقلدت لهم الأعمال، وما حصلت منهم على أمر يقدر، وها أنا قد بلغت 85 من العمر، وقد أضر بي الشيبة، أسأل الله أن يصلح لي ما باقي من عمري كما ستر على ما مضى، وأسأل قبول الأعمال وتكفير السيئات. حلو، تستاهل تحية. نسمع تحية لزينب. حيوها تستاهل تحية. صفقولها. شاطرة يا زينب. حلو هذه الكلمات اللي ذكرتيها طبعا عن الشيخ العلامة محمد بن شامس البطاشي. شاطرة يا زينب، أنت عندك مواهب ثانية صح؟ إن شاء الله في قادم الحلقة تراوينا مواهبك. زين يا زينب؟ تمام يا زينب. ابتسمي يا زينب، ايش زعلانه؟ تمام نكمل مواهبنا. شكرا لك يا زينب. يلا نكمل مواهبنا ونروح للبطل الموجود هنا. ايوه اللي عند الدفتر شكله عنده موهبه. السلام عليكم. تمام. وعليكم السلام. كيف حالك؟ زين. تعرفنا على اسمك مره ثانيه. قاسم بن منير بن محمد بن قاسم بن عيسى الزجاري. والنعم فيك يا قاسم. قاسم انت عندك دفتر؟ الدفتر هذا نخليه مفاجاه زين، بعدين إن شاء الله راح نستعرض هناك على الطاولة. لكن قاسم تخبرنا عن المواد اللي تحبها في المدرسة أول شيء. المواد اللي أحبها التربية الإسلامية، تقنية المعلومات، الرسم واللغة العربية والرياضيات. كل المواد. كل المواد صح؟ تقريبا. أنت شاطر في الدراسات الاجتماعية. يعني كل المواد ما شاء الله عليك شاطر في المدرسة. إنزين أنت عندك موهبة الخط العربي، يعني أكيد تحب اللغة العربية صح؟ صح يا قاسم؟ إذا تعرف إيش شخصيتنا اليوم؟ إيش هي؟ العلامة محمد بن شامس البطاشي. العلامة محمد بن شامس البطاشي، محضر معلومات عنه ولا؟ لا. لا؟ إن شاء الله بعدين راح تراوينا موهبتك، تمام؟ إذا شاطر يا قاسم. خلصنا المواهب الحين؟ نروح للمكالمات.
شكرا. تمام. إذا أصدقاء الأطفال طبعا إحنا اليوم ما شاء الله عندنا مواهب كذا جديدة وحلوة ما شفتوها قبل، فلازم تتابعونا خلال ساعة ونصف عشان تشوفوا هذه المواهب الحلوة والجميلة. نأخذ مكالمة في مسابقة الصورة الصحيحة. صباح الخير، من معانا؟ أهلا أهلا. وعليكم السلام، من معانا؟ مريم إبراهيم الزجالية. مريم يا هلا ويا مرحبا فيك يا مريم، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. مريم من وين تكلمينا؟ من السيب. من السيب، يا هلا ويا مرحبا بكل أهالي السيب. مريم إيش شخصيتنا اليوم؟ محمد بن الشيخ محمد بن شامس بن شامس البطاشي. الشيخ محمد بن شامس البطاشي، تعرفه يا فرحان؟ بالطبع بالطبع بالطبع، ونحن نتعلم منه كثيرا، وأيضا أصدقائي الأطفال يتعلمون من قراءات عندما يقرؤون كتبه. صحيح يا فرحان، شاطر شاطر، لا اليوم شاطر بالطبع. قرأت عنه هاي أصايب. طبعا اليوم شخصيتنا شخصية جميلة وحلوة، نتمنى أن أصدقاء الأطفال كذا يأخذوا منها ويتعلموا من هذه الشخصيات العمانية. صحيح طيب أصايب؟ إيش رأيك تقولي حا صديقتنا إيش هي متعلمة من هذه الشخصية وإيش استفادت منها؟ يلا يلا يا مريم. هو قاضي مولود في قريات. أيوة هذا المعلومة اللي عندك؟ هي أعطتنا أيوة. معلومتين، قاضي وأنه موجود في قريات. أيوة ومولود في قريات. أيوة. صحيح. يلا يا مريم نشوف المسابقة معاكي. حلو انها محضرت لنا كذا نقول معلومة جميلة او بسيطة يعني، وهي اساسا كانت هذه المعلومة عندها. مريم. نعم. نشوف المسابقة على الشاشة. ايوه تمام يلا نشوف. يلا هذه هي شموخ تسلم عليكي. طبعا احنا يلا شموخ تسلم عليكي. صباحك خير يا شموخ. تمام، بعد ما سلمتي على شموخ عندك هنا مجموعة من الشخصيات العمانية البارزة، واللي طبعا هي مشهورة في سلطنة عمان. فما هي صورة شخصية اليوم الشيخ العلامة محمد بن شامس البطاشي؟ الصورة الثانية متأكدة؟ أيوة تمام. نشوف شموخ. أحسنتي بارك الله فيك، وبالفعل إجابتك صحيحة، وكانت الصورة الثانية هي صورة شخصيتنا اليوم اللي هو العلامة محمد بن شامس البطاشي يا أصايل. والحين نستقبل مكالمة ثانية ونقول السلام عليكم. مرحبا صديقي صديقتي. ورحمة الله وبركاته. اهلا بك يا صديقتي، وش اسمك؟ محفوظة. اهلا بك يا محفوظة، كم عمرك يا محفوظة؟ انا اقول 6-5 كذي، صح يا محفوظة؟ 5 سنوات. 6. كيف حالك يا محفوظة؟ بخير. هل تعرفينني؟ نعم. من أنا؟ فرحان. هل تعرفي؟ محفوظة سمعيني. فرحان. فرحان. نعم الأطفال يعرفونني. أنا غششتها. كوني فرحانة دائما يا صديقتي. حسنا. محفوظة. نعم. أنت في صف الأول. شكرا لك. صديقتي انت في صف الاول؟ في الروضة. بعدها في الروضة؟ طيب الحين عندك اجازة. أيوة. في الروضة ولا لا؟ ايوه. طيب ايش سويتي في اجازتك خبريني؟ قضيتي وقت حلو لعبتي؟ قرأت القرآن. رائع جدا ما شاء الله، اشياء رائعة. طيب يا صديقتي ايش رايك الحين ايش حفظتي من القرآن يا صديقتي؟ جزء عمة؟ صديقتي بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. الله يحفظك يا صديقتي. ما شاء الله، يعني هي طفلة وحافظة آيات من القرآن. شيء رائع والله أن كل أصدقائنا يصيروا مثلها. وواجب علينا أن احنا يعني نحفظ هذه الآيات السور القرآنية، وأيضا نحفظها لمن أصغر منا. يلا طيب عشان يا صديقتي الحين تريدي تفوزي معانا؟ أيوة. طيب مثل ما أنت شاطرة في القرآن نتمنى أنك تكوني شاطرة وتعرفي الإجابة. يلا نشوف الحين صديقتنا شموخ وإيش سؤالها. سؤالك يقول تناولنا في أحد الحلقات السابقة شخصية الخليل بن أحمد الفراهيدي عالم لغوي عماني وهو ألف معجم العين. إيش هي الصورة اللي تدل على هذه الشخصية؟ رقم 2 راحت. ركزي جيدا يا صديقتي. من هو أي رقم؟ أنا عندي التلفزيون. أي رقم يا صديقتي؟ كأنها تقول ما عندي تلفزيون ولا إيش؟ ما سمعتها؟ 5 ولا 6؟ ما عندي. ما عندي تلفزيون الحين؟ أنت بس قولي لي 5 ولا 6؟ 5 6. 5 ولا 6؟ 6. 5 الحلوة. 5 ولا 6؟ 5. ونشوف شموخ إذا كانت صح الإجابة ولا غلط. شكرا لك يا صديقتي، لقد فزتي معنا بخمسين ريال عماني. تستاهل يا صديقتي. نصفق لها؟ يلا صفقوا لها. تستاهل. تمام، نشكر محفوظة الحلوة على هذه المكالمة الجميلة. وطبعا أصدقائي الأطفال برنامجنا مثل ما عرفتوا حافل بالعديد من المسابقات والفقرات والجوائز الحلوة والجميلة. من ضمن هذه الفقرات أصدقائي الأطفال هي فقرة الرسائل النصية أو مسابقة الرسائل النصية، واللي طبعا هي عبارة عن شلة تتعلق بأحد الموروثات الحضارية اللي تتعلق فينا إحنا كعمانيين. طبعا شلتنا للحلقة الماضية أو للأسبوع الماضي كانت إجابتها الخيل اللي هو رقم 1. وطبعا مثل ما تعرفوا يا أصدقائي الأطفال إن الخيل يعتبر رمز الأصالة والشجاعة والرجولة والشهامة، وتعتبر جزء من الحياة اليومية عند العماني. الحين خلينا نشوف مسابقتنا اليوم. جاهزين؟ أيوة جاهزين. يلا نشوف شلتنا اليوم وسؤالنا اليوم ولنا عودة. خليكم معنا. للمجد رمزا وللفخر دام عنوان، شعار للأمجاد من سالف زمان، من هالزرافة الغالية في ثمنها هي نادرة ما تنوجد فاية أوطان، ومن هالسعيد يا ويا نعم الاسماء نصلت فخر تسعدك في وقت لمحان، نفخر بها في كل محفل جمعنا هي ورث غالي ما يقدر بالاثمان، هي ورث غالي ما يقدر بالاثمان. برنامجنا علم ومرح ومسابقة فوز وفرح.
رجعنا لكم من جديد أعزائي المتابعين أصدقائي الأطفال وسمعنا الشلة، واللي مطلوب منكم أنكم تعرفوا الإجابة الصحيحة وتركزوا فيها وترسوها على الأرقام اللي ظهرت على الشاشة، ونحن بدورنا في الأسبوع الجاي من حلقة الجمعة راح نجري السحب، يعني عندكم فرصة كبيرة عشان تعرفوا الإجابة وترسلوها. وطبعا احنا نشكر طبعا بدر السنيدي شاعرنا الصغير الواعد على اداء لهذه الشله، وطبعا الحين راح نسحب للفائزين على شلتنا للاسبوع الماضي واللي طبعا كانت اجابتها الخيل. صح يا فرحان؟ نعم نعم. تركب خيل انت يا فرحان؟ انا احب الخيل كثيرا. تحب الخيل يعني تركب خيل تمارس هذه الهوايه ولا لا؟ أود أن أمارسها ولكن ليس لدي وقت لأنني أحفظ المعلومات كثيرا. صح. أصلا هو دب كيف يركب في الخيل؟ لماذا لماذا؟ أنا أستطيع أن أركب الخيل. طبعا طيب مثل ما نعرف إيش رأيكم أعطيكم معلومة صغيرة عن الخيل محضرتها اليوم. رائع سنستفيد منها. مثل ما نعرف أن الخيل هو وسيلة نقل في الحرب والسلم وموضع افتخار وجمال، وطبعا له أهمية في العروض والسباقات وأهمية تاريخية لدى الشعوب. هذه معلومتي اليوم. صفقوا لها أصدقائي، يلا صفقوا لها صفقوا لها بقوة. أمجاد حضرت لنا معلومة ما صفقوا لها. هذه تحية لي أنا. خلاص ما مشكلة. بصوت عالي بصوت عالي. يا خلاص. هل استفدتم من المعلومة؟ نعم. ماذا؟ شكرا لك يا أمجاد، شجعتوني اني احضر لكم معلومات ثانيه. بكره ان شاء الله معلومه ثانيه. ان شاء الله. طبعا شلتنا الماضيه في الاسبوع الماضي كانت باداء الطفل مشعل قمشوع اللي راح يكون ان شاء الله ضيف حلقتنا لليوم. الحين نروح نشوف السحب على فائزين. نعم يا فرحان، هل تعرفين من هو الفائز لهذا اليوم؟ لا والله ما اعرف صراحه. ربما يكون انا. ان شاء الله تكون انت. دام الشارك نص شاركت. أيوة. يا أصايل؟ لا نحن خليناك أنت تشارك عشان تقسم علينا نحن الثلاث. سأفوز إن شاء الله. وبتقسمها زين؟ وسأهديها لأصدقائي الأطفال. ونحن. احنا ما علينا نتفاهم بعد الحلقة معك. هذا لو شاف أصلاً نحن ناخذ. يلا نشوف الحين مين راح يفوز معانا. طبعاً في كل أسبوع معانا فائزين، لكل فائز 100 ريال عماني. تشوف الفرز. يلا. نشوف فرز حلقتنا لليوم. راح نسحب على فائزين. طبعا كل حد شارك معانا وجاوب إجابة صحيحة، طبعا كانت الإجابة رقم واحد واللي هو الخيل. 993-75-6 993-75-6. ألف مبروك 100 ريال. ألف مبروك لك يا ألف أيها الفائز. ما رقمك صح فرحان؟ ليس رقمي. يلا 92-78-5855 92-78-5855. ألف مبروك 100 ريال عماني. نبارك لهم. مبروك أصدقائي كل واحد 100 ريال عماني. أمجاد فرحان عندي فكرة حلوة. إيش هي الفكرة؟ نمسك كل تلفونات البيت ونرسل ونشوف إذا طح حظنا. خلاص حلو الفكرة. احنا بدنا نعطي فرصة لكل اصدقائي الاطفال. لا ترى بنقسمها بعدين حال اصدقائنا. يلا بس عشان نحن نفوز يعني صرنا فايزين. طبعا هو اكبر فوز لنا ان هم يشاركوا معانا ويستفيدوا ويتفاعلوا معانا ويستفيدوا من المعلومات، صح يا فرحان؟ بالطبع. تمام. الحين ايش عندنا؟ ناخذ مكالمة؟ ايش؟ موهبة او مسابقة موهبة الحروف؟ مسابقة الحروف. مسابقة الحروف. يلا تختار لنا الطفل يا فرحان. من المسابقات الجميلة. ايوه المسابقات اللي انت تحبها. تمام. ما رأيك يا أصايل؟ نختار هذا؟ يلا. ما هو اسمك يا صديقي؟ محمد. محمد هيا ستشارك معنا في مسابقة الحروف. ركز معي جيدا وسأساعدك. اثبت لنا انك نشيط وحل السؤال بسرعه. هو ما سؤال، هو يعني طلب صغير. وانت انا بساعدك. هل تعرف ما هي الشخصيه يا صديقي؟ محمد بن شامس شخصيتنا لليوم، وانت يا محمد راح تركب هذه الكلمه عادي اسمك. يلا يا محمد. يلا يا محمد. جيد جدا. أيوة. هنا هنا هنا. نعم شاطر محمد، سريع ونشيط. حرف الشين. ايوه بعدين الالف.
الألف. الألف يا محمد بعد الشين. أيوة اقرأ لنا الاسم. يلا يا صديقي اقرأ الاسم. أعطي المعنى. بن شامس. تفضل. محمد بن شامس. أيوة محمد بن شامس. هذه اليوم هي شخصيتنا لحلقتنا. شخصية الحلقة. تمام. محمد بن شامس. محمد تعرف عنه معلومات؟ انتقلت لا صح؟ لا. انزين ان شاء الله تتعرف على هذه المعلومات خلال الحلقة، وباخر الحلقة انا اسألك. انزين يا محمد؟ تمام. قولهم صفقوا لي. صفقوا لي. يلا صفقوا. صفقوا له. ان شاء الله جميع اطفالنا سيأخذون ويتعلمون من شخصيتنا لهذا اليوم. تمام. إذا كوننا كلمتنا لليوم اللي هو محمد بن شامس، هذه هي كلمتنا لليوم، أيضا شخصيتنا لحلقتنا لليوم. ناخذ مكالمة. مكالمة. السلام عليكم. أهلا أهلا. يا هلا، من معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. من معانا؟ زهراء. زهراء هلا ومرحبا فيك يا زهراء. زهراء من وين؟ من وين تكلمينا يا زهراء؟ سمائل. من سمائل. هلا ومرحبا بكل اهالي سمائل. نسمح تحية الزهراء عشان تتشجع. ما صفق معكم، صفق قوه. تمام زهراء، هذه تحيه لك، يعني لازم تكوني نشيطه ومصحصحه ومركزه معانا. زين يا زهراء إن شاء الله. إيش شخصيتنا اليوم يا زهراء؟ محمد بن شامس البطاشي. محمد بن شامس البطاشي، تعرفي عنه معلومات؟ أيوة. ولد في بلاد المساحة. أيوة. هذا اللي تعرفيه بس يا زهراء؟ ولاية قريات. تمام، في قريات. زهراء. زهراء نشوف المسابقة معاك يا زهراء، وفرحان راح يساعدك، وأيضا أصايل راح تساعدك. جميعنا سنساعدها. يلا يا زهراء ركزي جيدا يا صديقتي. نشوف المسابقة معاك يا زهراء ونشوف شمو خلي تحب أنها تسلم على كل أصدقائي الأطفال. وعليكم السلام يا شموخ. شموخ تسلم عليك يا ما انت يا فرحان. اريد ان اسلم عليها. تمام واجب الرد السلام. يلا زهراء. ها؟ شموخ تسلم عليك تقول لك السلام عليكم. وعليكم السلام. تمام زهراء جاهزه؟ ايوه. تمام يا زهراء، طبعا بما انك جاهزه عندك هنا مجموعه من الصور، ركزي في هذه الصور. وذكرنا احنا ان الشيخ محمد بن شامس البطاشي رحمه الله كان قاضيا، فما الصورة التي تشير الى مهنة القاضي؟ يلا يا زهراء. يلا يا زهراء. أربعة. أربعة متأكدة؟ ما واحد؟ أربعة. ليش أربعة يا زهراء؟ ليش اخترتي رقم أربعة؟ خمسة. خمسة؟ لا ركزي ركزي، إجابتك صح بس ليش؟ ارجعي ارجعي لإجابتك السابقة. أربعة. أيوة أربعة. 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 بس ليش أربعة؟ الصورة تشير إلى إيش؟ إلى المطرقة اللي يستخدمها القاضي، صح يا زهراء؟ أيوة. غششتك أمجاد. لا أنا قلت له ساعدتها شوي، طبعا هي واضحة. تمام إذا إجابتك صحيحة، مثل ما عرفنا أن محمد بن شامس البطاشي هو كان قاضيا معروفا في زمنه آنذاك، وطبعا المطرقة تشير إلى مهنة القاضي، صحيح أصايل؟ صحيح. والحين يا أصدقائي راح نسترجع المعلومات ونشاهد الفقرة مرة ثانية اللي تعرفنا على شخصية الحلقة. أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين وأصدقائي الأطفال، نحييكم بأجمل تحية في حلقة جديدة من برنامج علم ومرح، ومع شخصية عمانية جديدة أسهمت في تطور العلوم
والفوق والآداء في عمان. نتحدث اليوم يا أصدقائي عن العلامة الشيخ محمد بن شامس البطاشي رحمه الله، وهو قاضي ووالي وأديب. ولد في ولاية قريات عام 1912 للميلاد. حفظ الشيخ محمد بن شامس البطاشي القرآن الكريم وهو ابن 8 سنوات، ثم تعلم بنفسه فقرأ كتب الأدب والتاريخ وحفظ بعض دواوين الشعر العربي. أصدقائي، كما أن للشيخ محمد بن شامس البطاشي مؤلفات أخرى كثيرة، منها كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، وهي موسوعة في الفقه وأصول الدين. وقد توفي الشيخ العلامة محمد بن شامس البطاشي في أول من شوال عام 1420 هجري، الموافق 8 من يناير عام 2000 ميلادي. أعزائي، للشيخ محمد بن شامس البطاشي مؤلفات متعددة، أبرزها منظومة سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب. أتمنى أن نكون قد قدمنا لكم المعلومة والفائدة أصدقائي عن شخصيتنا اليوم، وأدعوكم للقراءة والاطلاع دائما لمعرفة المزيد عن شخصياتنا العمانية، ودمتم بخير. مرحبا بكم أصدقائنا من جديد، والحين نحن محضرين لكم شيء رائع. إيش راح تتوقعوا؟ هي موهبة نادرة جدا، وكان يتميز بها أجدادنا من قبل. هي عبارة عن صناعة شيء، صناعة، والله ذكرها معنا في القرآن، وهي عبارة عن علاج. هذه الموهبة وهذه المهنة راح نتعرف عليها الحين مع صديقتي أمجد. تمام، إذا مثل ما قالت لنا أصايل وشوقتنا كذا شوية، طبعا هي موهبة تربية النحل، وطبعا احنا كنا نعرف هذا الشيء، نعرف انه هذه الموهبة او هذه المهنة كان ينتهنها اجدادنا سابقا. تعطيني نقل الصوت يا فرحان. صديقتي أمجد، ايوه قبل أيوة نقل الصوت، ايوه انا اخاف نحل العسل. كيف تخاف انت؟ ولكنني احب العسل، والنحل لا يدعني أن أخذ العسل، إنني أخاف جدا. إذا أعطيني نقل الصوت أنت. أين هو؟ طيب بس خلاص بنخبر النحل إنه يبتعد. يلا يلا عمر، نروح مع بعض نتعرف على الموهبة الجميلة اللي محضرنا إياها. تفضل يا عمر، هذا هو المايك. في البداية طبعا تعرفنا عن نفسك بشكل عام، تعرفنا عن مواهبك والأشياء اللي تحب أنك تسويها يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي عمر بن عبد العزيز القصابي، عمر 14 سنة، وأنا من ولاية سمايل. أهلا وسهلا فيك يا عمر. في البداية حدثنا عن يعني نقول دخولك لعالم النحل، يعني بما أنك أنت صغير في السن فأعتقد أنه هذا الشيء يعني نقول جديد أيوة عليك، وممكن يعني اللي في عمرك يعني اتجه لأشياء ثانية، يعني ما نقول النحل هذا الشيء حتى ما يخطر في باله، فتحدثنا عن بدايتك في هذا الشيء. منذ صغري كنت شغوفا بعالم النحل، وذلك لما يبرزه من عظمة الخالق، وقد شجعني والدي حيث كان يصطحبني معه إلى المنحل ويساعده ويساعدني في فهم عالم النحل. تمام، في نحل هنا داخل ولا؟ لأني أنا من يوم شفت هذه وأنا خايفة منها. إزاي نتحدث عن مكونات الخلية؟ أنت شجاعة. تتكون الخلية؟ أيوة، بس لما يطلعوا لك عادي فايدة وعلاج. يلا ما خويدة علاج، تعال انت. يلا يا عمر مقطع كلام. تتكون الخلية من قرص العسل وحبوب اللقاح والحضانة. قرص العسل وحبوب اللقاح، ايوه هني. انتبهي جدا. ما في نحل خلاص. هذا في بداية البرواز. هكذا يكون. تمام، هذا هو البرواز. انزين، نضع عليه شمع أساس، هذا يسمى شمع أساس. ثم نضعه للنحل ويأتي النحل لتمط الشمع. تمام، هذا يعني انتو في عسل هنا. ايوه تضعوه هنا شمع الاساس، وبعدين يجي النحل. ايوه هذا هو شمع الاساس ويجي النحل. تمام، عشان يجي النحل. اوكي، تحدثنا عن يعني مملكه النحل، ايش هي مكوناته؟ مثل ما نعرف ان هذه مملكه يعني واسعه
وفيها أشياء وغرائب وأشياء إحنا يمكن نجهلها، تحدثنا عنها يا عمر. تتكون مملكة النحل من الملكة التي وظيفتها وضع البيض وإدارة الخلية، ومن الذكر الذي وظيفته الوحيدة تلقيح الملكة ثم الموت، ومن الشغالات التي تقوم بمعظم مهام الخلية مثل بناء الشمع وإحضار الرحيق وحبوب اللقاح وحماية الخلية. تمام، يعني نقول ثلاث فئات موجودة في مملكة النحل. الحمد لله. الآن اطمئن. أرى نعم لا يوجد نحل، فأنا لست خائف، أنا شجاع. أيوة أنت شجاع بس قبلها كنت خائف. لا لست خائفا. تمام، نغطي هذا الموجودة عندك الخلية، وتعرفنا طبعا يا عمر أنه لكل نحال أدوات لازم أنه يستخدمها، صح أنا غطيتها ولا؟ أيوة خلاص تمام. تحدثنا عن الأدوات اللي لازم يستخدمها النحال. توجد الكثير من الأدوات لكن أهمها القناع الذي يحمي من لسعات النحل، وكذلك القفازات التي تحمي من لسعات النحل. النحل وهذه الفرشاة لتزيح النحل عن البرواز عندما تريد أن تفرزيه أو ما شابه. وهذه العتلة اسمها تراوينا داخل. تمام، هذا عطيني ناقل الصوت. هذا اسمه عسل مختوم. لا يمكنك فرزه، يجب عليك تضعي هكذا حتى تنثقب. وتستطيع إخراج العسل. تمام، بس نوضح للمشاهدين كذا، طبعا هذا العسل يسمى العسل المختوم. عطيني إياه يا عمر. طبعا بما أن إحنا ما نقدر نستخرج، أنا صرت خلاص خويا، نستخدم هذه الأداة عشان نطلع العسل. مثلي أنا طبعا. مثلك أنت تستخدم هذه الأداة أنت؟ نعم لدي خبرة رائعة. إنزين، كم أنواع النحل؟ كم نوع موجود معنا في السلطنة؟ يتواجد نوعان رئيسيان من النحل. النوع الأول النحل البري، والذي يعرف محليا باسم أبو طويق، وهو نحل صغير نسبيا وتوجد بكميات قليلة في السلطنة، لذا قيمة عسله غالية جدا. والنوع الثاني النحل المستأنس أو نحل التربية. وتذكر روايات أن الذي أدخله في سلطنة عمان الإمام سيف بن سلطان اليعربي قيد الأرض، وذلك قبل حوالي 400 سنة. وتمتاز سلالة النحل العماني بعدة صفات، أهمها أنه مقاوم للأمراض ودرجة الحرارة، وغير ميال للتطريد، وجماع للحسل وحبوب اللقاح. جميل، إذن هذه هي الأنواع. بالفعل يعني أثريت أذهاننا بهذه المعلومات الجميلة. هل يعني صديقي شاركت؟ أيوة هاي فرحة. هل سيأتي النحل الآن؟ إنني خايف جدا. خلاص قالك ما في نحل هنا. أسمع صوته من بعيد. طيب أمجاد أنا عندي سؤال. ما هو سؤال؟ يعني لما هاي النحلة تأخذ الرحيق من البرود يتغير طعم العسل من وردة لثانية؟ إيه نعم يتغير. وإيش أحلى يعني أحلى رحيق من أي نوع من الورود؟ النوع العسل اللي انتقلته طبعا يكون فاخر. السمر. تمام، من السمر. حلو، معلومات والله حلوه. احنا كنا ما نعرف ناكل العسل وكذا. زين تربينا العسل. زين. ان شاء الله. بجانب بيتنا عديده من السم. انت؟ واتوقع ان يوجد العسل هنا. انا اذهب لاراه ثم ارى النحل واهرب. تمام يا فرحان. عمر خبرنا، هل يعني شاركت في دورات في مجال تربية النحل؟ يعني نقول تعزز هذه الموهبة عندك؟ نعم شاركت في دورات، أهمها دورة نظمتها المجموعة الخضراء حيث قاموا بتكريمي، وقد ظهرت صورتي في الجريدة. حلو، وانت الجريدة كانت هنا موجودة. عمر لو تعطيني الجريدة بعد ابنك. لا ايوه خلاص ما مشكلة. تمام يلا، هذه هي الجريدة موجودة. تمام، هذه هي الجريدة اللي طبعا شارك فيها المسابقة اللي شارك فيها عمر. تمام حلو، وصورتك ظهرت في الجريدة، وطبعا هذا الشيء شرف لك ولازم تحتفظ بهذه الجريدة ما تضيعها. طيب عمر، تطمح لنا يوم من الأيام يكون عندك مؤسسة كبيرة للنحل، يعني لتربية النحل العسل؟ أطمح إن شاء الله في المستقبل، وتكون أكبر مؤسسة في الوطن العربي أجمع إن شاء الله. ونحن راح ناكل من عندك ببلاش. نقول لك أنت تذكر لما كنت معانا. تمام، إذن هذه هي موهبتك. بالفعل يعني موهبة جميلة، وأنا لما شفت هذه الخلية استغربت زين في البداية. أيوة، لأنه يعني إحنا نشوف الشباب الواعدين يعني يمكن يبتعدوا عن هذه الأشياء ويقولوا أن هذه أشياء قديمة، لكن أنت ما شاء الله عليك. حلو أن احنا نهتم بالأشياء اللي برع فيها أجدادنا، ومهنة جميلة لازم نهتم فيها. أشكرك عمر على مشاركتك معنا، والله يوفقك إن شاء الله في دراستك وفي هذا المجال. أريد شيئا.
ايش تريد عسل؟ ما جبت لي. اريد ان اسال عمر، هل هذه القبعه صالحه بان تمنع النحل بالقرب مني؟ صالحه صالحه. اريد ان اجربها. انها صغيره الحجم، ساشتري كبيره الحجم واذهب لقطف النحل. كيف قطف النحل؟ ما عليه، خاصة أشجار السمر قريبة من بيتنا فأنا أحتاجها كثيرا. تمام، بعد هذه المناقشات الجميلة والحلوة بعد لازم كنت تجيب لنا عسل يا عمر إن شاء الله مرة ثانية. عمر يا صديقي، عندما تأتينا فكرة استخراج العسل فلوس. سأطلبها منك، ستعطيني؟ تبيعنا يعني بفلوس؟ أيوه معنا من البداية. تمام، أريدك أن تعلمني ها بعد البرنامج. يلا إن شاء الله راح نتعلم منك. أشكرك يا عمر، الله يوفقك إن شاء الله. نرجع مكاننا؟ هيا نروح لمكاننا؟ يلا شكرا لك يا صديقي. تفضل يا عمر. موهبة رائعة جدا. لا المجد رمزا ولا الفخر دام عنوان، شعار للأمجاد من سالف زمان، من هالزرافة الغالية في ثمنها هي نادرة ما تنوجد فاية أوطان، ومن هالسعيد يا ويا نعم الاسماء، نصلة فخر تسعدك في وقت الامحان، نفخر بها في كل محفل جمعنا، هي ورث غالي ما يقدر بالاثمان، هي ورث غالي ما يقدر بالاثمان. برنامجنا علم ومرى، ومسابقة فوز وفرى. بكم أصدقائي من جديد، رجعنا لكم وأتمنى أنكم ركزتوا في الشلة اللي قبل وعرفتوا الإجابة وسارعوا أرسلوا عشان تفوزوا. والحين معانا اتصال ونقول يا هلا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا. السلام. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. من معاي؟ عبد الرحيم. عبد الرحيم؟ ايوه. اهلا بك يا صديقي، من وين تكلمنا؟ من دمى والطايين. من دمى والطايين، هلا بك وهلا بكل اهالي دمى والطايين. تعرف ايش هي شخصيتنا اليوم؟ نعم. شفت اول الموهبه اللي كانت معانا؟ نعم. انت تحب تربي عسل؟ اصلا انت تحب العسل؟ نعم. وتريد تربي عسل؟ نحل سوري. نعم. طيب بتبادر في هذه الموهبة ولا لا؟ نعم. إن شاء الله تبادر فيها أنت وجميع أصدقائنا. عرفت إيش هي شخصيتنا اليوم صح؟ نعم. هل تحب العسل مثلي يا صديقي؟ نعم. وهل تخاف النحلة أم لا؟ لا. أنت شجاع. أنا أخاف جدا، لا أريدك أن تخاف. ومن لا يحب العسل اصلا؟ العسل شيء لذيذ وطعمه، يعني سبحان الله انه يطلع من بطون هذه الكائنات الصغيره، هذا الشيء من يعني شيء رائع جدا، وفي نفس الوقت شفاء، يعني طعم حلو وشفاء، دواء رائع جدا يعني لكثير من الامراض. حولتونا الحلقه اليوم كلها عسل بعسل. ونسينا الشخصيه الثانيه. لصالحي انا طبعا. طيب يا صديقي، حاب تلعب معنا؟ نعم. طيب الحين نشوف السؤال اللي جهزته شموخ. سؤالك يقول: ذكرنا أن الشيخ محمد بن شامس البطاشي كان أديبا وقام بتأليف مجموعة من الكتب، فما الصورة التي تشير إلى التأليف؟ يلا يا صديقي. خمسة. رقم كم؟ خمسة.
ليش اخترت رقم 5 يا صديقي؟ ها يا صديقي ليش اخترت رقم 5؟ وش فيها صورة رقم 5؟ الأصول. فيها وش؟ المنشور. فيها قلم وفيها دفتر أو كتاب. إيش يدل القلم والكتاب على أنه شو؟ الأدب. الأدب وعلى التأليف. نشوف مع شموخ الإجابة صح ولا غلط. إجابة صحيحة. صحيحة إجابة، ومبروك عليك يا صديقي 50 ريال. صديقي صديقي خبرني، تعرف شيء عن شخصية اليوم؟ نعم. إيش تعرف عنه؟ يلا يا صديقي. حفظ القرآن على 10 سنوات. عمره كان 8 سنوات وهو حفظ القرآن، ونتمنى أن جميع أصدقائنا يقتدوا به ويحفظ القرآن من سن صغير. شكرا لك يا صديقي. تمام، إذا من بعد هذه المكالمة عندنا موهبة جميلة. طبعا اليوم مثل ما قلت أن مواهبنا كلها رائعة، وأتمنى أن تنال على إعجابكم، وأتمنى أنكم تتابعونا حتى نهاية الحلقة. عندنا موهبة جميلة، أصحاب الموهبة تعطيني نقل الصوت. أيوة تفضل. تمام، نروح الحين للطاولة هناك. يلا يلا يا بطل، يلا يا محمد. تمام، طبعا معنا محمد و حارثة. تمام محمد وحارثة، انتوا عندكم موهبة جدا جدا جميلة ومشوقة ما شاء الله، بعد العسل جاتنا موهبة حلوة. تمام، تحدثونا عن هذه الموهبة، كيف بدأت بهذه الموهبة؟ أول شيء محمد تحدثنا، كيف بدأت أنت بهذه الموهبة؟ يا محمد شو رايك نخلي حارثة تتكلم؟ تعالي يا حارثة هني. محمد ايوه محمد ان شاء الله راح تحدثنا عن الاشياء اللي سويتها. حارثة خبريني كيف بديت بهذه الموهبة؟ اول شيء الوالد علمانا كيف نصنع قوالب يعني بالدولاب، في دولاب في الورشة، لما يكون عندنا وقت فراغ طبعا نروح عند الورشة ونصنع. هنا في اغراض من الفخار، طبعا نحن بنصنع لكم اشياء من الفخار. راح اليوم ان شاء الله تصنعوا لنا اشياء من الفخار. حلو، انتوا جايبين عندكم آلة صحيح؟ ايوه. تمام، هذه الآلة انكم تسهل انها صناعة الفخار صح؟ ايوه. انزين، وعندكم هنا ايضا نماذج من الفخار التي قمتم بصناعتها، هذا جاهز خلاص ناشف؟ أيوة. ولا بعده؟ ايوه ناشف. انزين، تحدثينا عن الفخار او الطين. طبعا أيوة. الطين اللي تستخدمه من وين تجيبوا هذا الطين؟ من الوادي. من الوادي بعد سقوط الامطار ولا قبلها؟ أكيد. بعد سقوط الأمطار. بعد سقوط الأمطار، تقترب شوية يا أيوة يا حارثة، بعد سقوط الأمطار تجيبوا هذا الطين وتصنعوه صح؟ هل تضيفوا له أشياء؟ هل تضيفوا له أشياء؟ كذا بروحه تمام؟ حلو، طيب إيش المجسمات اللي صنعتوها؟ طبعا هذا صنعناها عشان نطبعها بالقوالب. تجيب قوالب استخدمته؟ أيوة نطبع القوالب يطلع شكل. تمام، انت عندك قوالب ايضا، هذا ايضا هذا بالقوالب. هذه قلعه نزوه. هذه قلعه نزوه. هذا باب عمان. ايوه. هذا النخيل. هذا مصنع النخيل. هذا ايضا بوابه عمانيه جميله. ايوه هذه هي، حلوه والله شغل جميل. وايضا هذه النخله صح؟ ايوه. حلو، هذه هي النخلة، نخلة صغيرة وحلوة. أيضا هنا عندك أشياء ثانية أشوف كأنها ثقيلة بعد صح؟ أيوه هذه طبعة قوالب. ها؟ الحين كلها قوالب، إذا سوي لنا شيء بتسوي لنا شيء اليوم؟ أيوه. تمام. هو بيسوي قلعة وأنا بسوي قوالب. تمام، يلا يا محمد، وين القلعة؟ أنت بتسوي هذه؟ أيوه. تمام، يلا. محمد وحارثة راح يسوي لنا اليوم شيء جميل وحلو. أيوه يا محمد. عادي إذا تبوني أساعدكم ما مشكلة. تمام؟ حلو، هذا هو قالب. أشك أنك تعرفينه يا أمجاد. أنا والله أريد أسوي. حلو، هذا قالب. درس خصوصي معاهم. هذا القالب. بيفيدوك. تمام. جميل أننا نتعلم دائما. وأشياء قديمة وأطفال يتعلموا هذا الشيء، شيء رائع جدا. أسوي نفسك كذا؟ إحياء التراث القديم. حلو. يلا أنا جالسة أساعدهم، ما شاء الله حلو، يعني أشياء جميلة اليوم جايبين لنا إياهم في الحلقة. أمجاد صعب ولا سهل؟ والله هي البداية، هي لازم تكون شوية صعبة. هل تريدونني أن أساعدكم؟
تمام. تريد تساعدنا انت؟ انت بتخرب كل شيء اساسا يا فرحان. لا يوجد واصل ولا قد اتيت. صح انا جالسه اشتغل ولا غلط يا حارثة؟ صح. حلو. تعلمت، سنتعلم لاحقا يا اصاي. ان شاء الله. عن جد عاد بتعلمنا بعدين. ان شاء الله خلنا نتعلم من اول شيء. تمام. ايوه. ركزي جيدا يا امجد. لا والله حلو. تمام. هذه هي؟ زين، انا هذه الصراحة ما عرفت كيف اكملها لكن بداية زينة صح؟ ايوه. حلو. لازم تشيل الخيط كذا. لازم الخيط؟ ايوه. زين تاخذيها انت تكمليها؟ تمام؟ طيب امجاد عرضي لنا اللي خلصته صديقتنا. هم بعدهم جالسين يشتغلوا فيه طبعا، سوت لنا قلعة نزوة. طلع ليش؟ يا خسارة. يلا ما مشكلة. تمام؟ هذا هو طبعا محمد. ايوه تحتاجي أداة هني؟ تحتاجي هذه ولا ايش؟ حلو. طيب لحد ما تخلصوا انتوا اشتغلوا هنا ان شاء الله، لما تخلصوا تعرضوا لنا الشغل انتوا سويتوه ان شاء الله. جميل، يعطيكم العافيه. على العموم انتوا يعني عندكم موهبه جدا جميله وحلوه. ارجع مكاني انا؟ اروح مكاني؟ تمام. يلا. طيب اصدقائي والحين راجعين لكم مع مكالمه ثانيه ونقول يا هلا. يا هلا. مرحبا. الو. هلا، من معانا؟ المؤثر. المؤثر؟ ايه. اهلا. أيوة. بك يا صديقي، من وين تكلمنا؟ من الشيخ. طيب المؤثر. طيب يا المؤثر اسعد الحضرمي. والنعم فيك يا صديقي. طيب يا صديقي، كيف عجبتك هذه المهنه؟ او الحرفه؟ صناعه الفخار؟ حلو ولا لا؟ صديقي وين راح؟ الشيخ. ايوه. طيب يا صديقي، وش شخصيتنا لهذا لليوم؟ اليوم؟ ايوه. الشيخ. الشيخ محمد؟ الشيخ محمد بن شامس. ايوه البطاشي، ايش تعرف عن هذه الشخصية؟ ما تعرف شيء يا صديقي؟ صديقي ما تعرف شيء؟ قاضي، كان قاضي. نعم كان قاضي، الشيخ محمد بن شامس البطاشي رحمه الله كان قاضي. أنت شاطر يا صديقي. طيب يا صديقي، الحين حاب تلعب معانا؟ أيوة. يعني تريد تفوز؟ ها؟ تريد تفوز؟ أيوة. قول أريد أفوز بصوت عالي. أيوة. قول أريد أفوز بس بصوت عالي. يلا. أيوة. أنا بكون معاك، بقول يلا. طيب يا صديقي. أيوة. أحسنت يا صديقي. طيب الحين راح نشوف السؤال، والسؤال يقول أمامك مجموعة من الصور، أمامك مجموعة من الصور لكتب ومؤلفات عمانية، فما الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد بن شامس البطاشي رحمه الله وهو شخصية رقم ستة. رقم ستة. رقم ستة إيش مكتوب معانا؟ رقم ستة. اقرأ لنا يا صديقي، أو خلينا نشوف شموخها إيش تقول يا أصايب. كيف يا صديقي؟ سلاسل الذهب. سلاسل الذهب في الأصول والفروع، والفروع والأدب. شكرا لك يا صديقي. كيف عرفت الإجابة؟ خبرني، من ساعدك؟ صديقي من ساعدك؟ ما حد؟ أمي. نوجه أكبر تحية لأمك وقولها شكرا. طيب يا صديقي، مبروك عليك ال50 ريال، وشكرا لك انت ووالدتك وجميع من يتابعنا. يستاهل تحيه يا صديقتي اصايل. يلا نحييه اصدقائي. نحييه. شكرا لك يا صديقي، والف الف مبروك عليك الجائزه.
طبعا نشكر صديقنا على مشاركته معنا، وبالفعل حلو هذه المشاركات الحلوة والجميلة اللي أكيد تثري حلقتنا وأكيد مواهبكم. إحنا نستقطب هذه المواهب الجميلة، كل حد عنده موهبة حلوة حاب إنه يشاركنا أي موهبة من المواهب. مثل ما شفتوا أسبوع بعد أسبوع تجينا مواهب جدا حلوة، فاللي عنده موهبة جميلة أو حلوة وحاب إنه يبرزها خلال برنامجنا ما عليه غير إنه يتواصل معنا على الأرقام اللي طبعا نعرضها بين الحين والآخر، وإحنا إن شاء الله راح نستضيف الأطفال ومواهبهم الجميلة. صحيح أصايل؟ صحيح. وأيضا يا أمجاد نقول لأصدقائي أي واحد عنده موهبة نادرة يجي علمنا عليها عشان نعلم أصدقائنا، وأيضا تكون ننمي هذه الموهبة وتنتشر مع جميع الأصدقاء، لأن ما شاء الله اليوم كان معانا موهبتين جميلات ونادرات. صحيح بالفعل، وكل مواهبنا حلوة، وأنا تعلمت الطين بس للأسف اخترب الشيء اللي سويته. ما علينا، نحاول إن شاء الله. إن شاء الله. الحين إيش عندنا؟ ناخذ مكالمة. يلا ناخذ مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا اهلا وسهلا. حارثة ومحمد ايش رايكم تروحوا تكملوا شغلكم زين عشان بعدين نشوف في نهاية الحلقة الشغل اللي راح تسوي. تفضلي يا حارثة ومحمد، اخذوا وقتكم لا تستعجلوا. فرحان فرصتك تروح تتعلم. لا لا فرحان قعد مكاني خليهم يشتغلوا فرحان. يلا من معنا؟ ستعلموني يا ابجد ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. من معانا؟ ضحى. اهلا بك يا ضحى. ضحى صوتها يتقطع. سمعيني يا ضحى. ايوه صوتها يتقطع. سمعيني يا ضحى. نعم. تمام يا ضحى، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. انك بخير يا ضحى. ضحى ايش شخصيتنا اليوم؟ محمد بن شامس البطاشي. هذا هو شخصيتنا لليوم. تمام يا ضحى، جاهزة للمسابقة؟ هيا ضحى. نعم. تمام ضحى، انت كم عمرك قبل المسابقة؟ تخبرينا كم عمرك؟ كم؟ ستة. ستة؟ تسعة. تسعة. تسع سنوات أنا سمعت هالعمر كله يا ضحى. نشوف المسابقة معاك على الشاشة يا ضحى. يلا نشوف المسابقة على الشاشة. وعندنا طبعا مسابقة الكلمات. طبعا هنا معاك مجموعة من الكلمات، عندك عالم فلكي، قائد عسكري، قاضي وأديب ومبتكر علم العروض. ما الكلمة المرتبطة بشخصية اليوم؟ قائد عسكري. كيف يا ضحى ما سمعك؟ قاضي وأديب. قاضي وأديب، متأكدة؟ مش قائد عسكري؟ لا متأكدة يعني؟ ثبتي على إجابتك؟ أيوة. أيوة يا ضحى. إنزين نشوف شموخ إيش تقولك. أحسنتي وبارك الله فيك، يعني إجابتك صحيحة يا صديقتنا ضحى. وبالفعل شخصيتنا لليوم كان قاضيا وأديبا معروفا. صديقتي أمجد. هيا فرحان. أنا أخاف أن يذهب القطار لأن أصدقائي الأطفال بطيئين بالإجابة. لا إن شاء الله ما راح يروحوا، ما ياخذ وقتهم عشان يفكروا يا فرحان. أريدهم أن يفكروا جيدا ويسرعون في الإجابة إن شاء الله لكي لا يذهبوا عنا القطار. تمام اليوم أصلاً نزلت من القطار. اليوم أنت راح تسوق القطار. الأسابيع الماضية قال لي فرحان إنك توقف، قلت خلاص إحنا ننتظرك. يعني حد ركب مكاني للأسبوع؟ لا 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 قطاري ما حد يمسكه. أنا ذهبت لكي أجرب ولكنني لم أنجح. أصلاً أنا شال المفتاح معاي البيت. أيوة. لم أستطع إشغاله. خبرتكم شال المفتاح. تمام إن شاء الله بعدين كذا نروح في القطار جولة جميلة عاد شلينا. تمام إن شاء الله. يلا نكمل مكالماتنا. موهبة عندنا طبعا بما أن
محمد وحارثة جالسين يشتغلوا، احنا راح ناخذ الموهبة الأخرى الموجودة معانا. نروح للبطل الموجود هنا تاخذ ناقل الصوت يا فرحان. ناقل الصوت كله طين خلاص صار ما عليه. تفضلي. ايوه الدفتر الأحمر خلاص ما مشكلة. ايش عندك يا زينب؟ قصص. قصص تحب انت تكتب القصص انت اللي كاتبتنهم يا زينب؟ ايوه لكن امي وابوي والمدرسين ساعدوني شوي. امك وابوك والمدرسين ساعدوك تمام. نشوف القصص اللي جايبت لنا اياهم اليوم يا زينب. الله بعد مسويت لنا دفتر حلو في صور. انزين ايش القصص ايش عنوانها تخبرينا؟ الذئب الماكر. تقرب ناقل الصوت يا فرحان بس منها ايش؟ الذئب الماكر. الذئب الماكر تمام. ايش ايضا ايش عنوان هذه القصة؟ السومة الدلوعة. السومة الدلوعة عاد من السومة تمام. يلا زي ايضا ايش ايضا القصص اللي عندك؟ احلم اني اصبحت اميرة صحيح؟ انت اميرة يا صديقتي اصلا تمام. ايش بعد اقرأ العنوان هذا؟ اقرأي. قصة الصياد الفقير. قصة الصياد الفقير اها. ايش ايش هذا عنوانها؟ الخياط العجيب. الخياط العجيب والله عناوين حلوه وجميله تمام. عندك انت هني اول قصه؟ عندك قصه؟ نشوف اول قصه موجوده عندك في دفترك. تقرأي لنا هذه القصه بما انها صغيره شويه يلا. في احدى المزارع الصغيره في القرى كانت هناك مزرعه صغيره لخالد يزرع فيها بعض الخضار ويربي الدجاج. كان هناك ذئب ماكر في كل يوم يقف في اعلى التله المطله على المزرعه ويراقب الدجاج ويفكر كيف يستطيع الحصول عليها. فخطرت له فكره ان يحاول كسب ثقه المزارع ليحصل على مراده. وكان كل يوم يقترب مسافه من المزرعه وينظر الى خالد، ولكن خالد كان قلقا من اقتراب الذئب. وبعد مضت فترة من الزمن اعتاد خالد من دخول الذئب إلى مزرعته فصار أمر طبيعي. فكانت الدجاجات تمر من حوله جانب الذئب من جانب الذئب دون أن يؤذيهم. وفي يوم من الأيام كان الذئب كعادته داخل المزرعة والدجاجات من حوله. وفجأة عند دخول خالد إلى بيته هجم الذئب على الدجاج هو وبعض الذئاب على بعض الدجاج على جميع الدجاج. فخرج خالد مسرعا بعد سماعه للأصوات والحركة الغريبة متفاجئة من ما حدث. ورجع مسرعا إلى بيته وأخذ البندقية وقام بإطلاق النار على الذئاب فهربت، ولكنه قد جاء متأخرا فقد قضت الذئاب على جميع الدجاج. فتعلم خالد درسا بأن لا يثق من الغرباء مهما توددت إليه. تمام بالفعل يعني قصة حلوة وجميلة ويعطيك العافية زينب تستاهلي تحية. حيو زينب صفقوا لا شكرا لك تستاهلي تحية. روح لصاحب الملف الأحمر قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام. رجعنا لك يا صديقي. قاسم ايش مواهبك انت؟ الرسم والخط العربي وقراءة القرآن وقراءة القصص. ما شاء الله عليك. طبعا الموهبة البارزة عندي هني انا اشوفها هي الخط العربي صح؟ صح يا قاسم؟ ايوه. انزين يلا عندك هنا ملف تراوينا الملف. في بعضهم الاستاذ كاتبنهم وانا انقل منهم. ايوه يعني الاستاذ يعلمك وانت تنقل منهم صح؟ حلو. أيوة. استاذ اللغة العربية؟ لا استاذ كان شيء يعني درس لي القرآن لكن هو مصري اسمه سامي. هو طلع مرة في التلفزيون وطلع بعد مرة في الجريدة. تمام نحن نشكر طبعا الأستاذ سامي ونرحب طبعا بهذه الجهود التي تبذل في للشباب الموجودين معنا. عندك هنا يعني كاتب لنا شيء؟ هذا كل الخطوط العربية إلا خط واحد الخط الكوفي ما موجود بينها. لكن هذا الخط هو الثلث وهذا النسخ. طيب وهذا الديواني. أيوة ما أدري إذا طالع هو موجود معاك تعرضه على الكاميرا هنا على الشاشة. هذا خط الثلث وهذا خط النسخ وهذا الديواني وهذا الرقعة
وهذا الفارسي. تمام، تعال تسوي كذا شوية. ما أعرف كيف أكتبه. أيوة أيوة كذا يا قاسم. هذا هو الخط، هذا خط الثلث وهذا الرقعة وهذا النسخ والفارسي هذا وهذا الديواني. الديواني، إيش اللي ما تعرف تكتبه قلت لي؟ الكوفي. الكوفي. إن شاء الله كذا في المستقبل بس بالتدريب والممارسة. الكوفي هو بس مع القلم والمسطرة، ما تعلمتها. أها، لازم تستخدم قلم ومسطرة. إن شاء الله يتعلمه. زين، ومنها كتبت إن للمتقين مفازة بخط الثلث والنسخ. زين، من الثلث ومن النسخ. طيب يا صديقي، عشان أنت تنمي هذه الموهبة وعشان تتعلم زيادة وزيادة، إيش رأيك تدخل معهد ولا دورة تدريبية عشان تتعلم؟ بعدين أنت تسقل موهبتك، ولما تكبر تفتح وحدك معهد، وأنا وأمجاد فرحان نجي نتعلم عندك. إن شاء الله. إن شاء الله يا صديقي. إيش رأيك صديقي، حلوة الفكرة؟ ومنها كتبت شخصية البرنامج. أيوة، هذه هي شخصية النسخ البرنامج والرقعة. هذا هو الرقعة وهذا هو النسخ. أول واحد اللي بالأحمر إيش اسمه؟ النسخ. النسخ. تمام، واللي تحت؟ هذا الرقعة. الرقعة. محمد بن شامس البطاشي شخصيتنا لليوم. تقلب الصفحة، شكله عندك شيء ثاني؟ أشياء حلوة. أيوة. ومنه كتب خط الرقعة إن للمتقين مفازة. كتبت لنا آية قرآنية إن للمتقين مفازة، بس تراويها. بس هذه بخط الرقعة. هذه بخط الرقعة. تمام، بديت أحفظ الخطوط أنا. أنا حفظتهم خلاص من أول مرة على طول. طيب يا صديقي، وش أحسن خط أنت تبرع فيه؟ أحسن خط هو الرقعة، لأنه أكثر واحد دربت فيه. أها، خط الرقعة. أما هذا الأستاذ كتبهم. من هذا خط الرقعة وهذا الثلث وهذا الرقعة والأخير ديواني. الأخير الديواني اللي يحتاج، لا الكوفي يحتاج، الكوفي اللي يحتاج مسطرة وقلم. حلو. وأنا يا صديقي لم تكتب اسمي. هذا هو أصعب الخطوط، الثلث. صديقي، هل كتبت اسمي؟ لا. ستكتبه لي؟ حسن. إن شاء الله بعد البرنامج. إيش رأيك بعد البرنامج تكتب أسماءنا بخط الرقعة؟ أحتاج الورق هذا مسمى القلم الخاص، ورق وقلم الخط. إن شاء الله راح نجيب لك إن شاء الله، بس عشان يكتب أسماءنا الحلوة. هنا الأستاذ هنا الأستاذ كتب لي وأنا جلست أنقل. أيوة. ومن هذا كان قبل مناقلنا في ورقة، بعدين حاولت أنقل لكن غلط، هذا في أول أيام. ما عليه، بس حلو ما شاء الله، خط جميل. أيوة، دائما عندما نخطأ نتعلم أكثر، صحيح يا صديقي؟ صحيح. طيب صديقي، كم سنة أنت تعلمت ولا كم شهر يعني لين برعت؟ بين 6 ولا 5 شهور. 5 شهور أو 6 شهور، ما شاء الله سريع. وهل كتبت اسم البرنامج؟ وأنت بأي صف يا كتبته لكن نسيته في البيت. نساه في البيت. لا لا، هذا كأني أشوفه. هذا كتبه الأستاذ. كتبه الأستاذ برنامج لكني كتبت ولكن نسيته في البيت. يلا ما عليه. نقول لأستاذك شكراً. من للمتقين مفازة هذا بخط الديواني. أه. ومن بالثلث والرقعة من جديد. حلو، شكراً لك يا قاسم. ولدنا عدته وكامل. ومن كتبت اسمي. حلو، قاسم بن منير الزجالي. أشكرك يا قاسم على مشاركتك معنا، تستاهل تحية. نسمع تحية كبيرة لقاسم. صفقوا له. شكراً يا صديقي، أحسن. طيب أصدقائي، من هذه المواهب الجميلة والرائعة نروح فاصل وراجعي لكم، لا تروحوا عنا. أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين وأصدقائي الأطفال، نحييكم بأجمل تحية في حلقة جديدة من برنامج علم ومرح، ومع شخصية عمانية جديدة أسهمت في تطور العلوم والفوق والآداب في عمان. نتحدث اليوم يا أصدقائي عن العلامة الشيخ محمد بن شامس البطاشي رحمه الله، وهو قاضي ووالي وأديب. ولد في ولاية قريات عام 1912 للميلاد. حفظ الشيخ محمد بن شامس البطاشي القرآن الكريم وهو ابن 8 سنوات، ثم تعلم بنفسه فقرأ كتب الأدب والتاريخ وحفظ بعض دواوين الشعر العربي.
كما أن للشيخ محمد بن شامس البطاشي مؤلفات أخرى كثيرة، منها كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، وهي موسوعة في الفقه وأصول الدين. وقد توفي الشيخ العلامة محمد بن شامس البطاشي في أول من شوال عام 1420 هجري الموافق الثامن من يناير عام 2000 ميلادي. أعزائي للشيخ محمد بن شامس البطاشي مؤلفات متعددة، أبرزها منظومة سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب. أتمنى أن نكون قد قدمنا لكم المعلومة والفائدة أصدقائي عن شخصيتنا اليوم، وأدعوكم للقراءة والاطلاع دائما لمعرفة المزيد عن شخصياتنا العمانية، ودمتم بخير. رجعنا لكم أصدقائنا الصغار. حلقة الأسبوع الماضي كان معانا صوت رائع، هو اللي طرح لنا الشلة أو السؤال للرسائل النصية. اليوم رح نتعرف عليه مع صديقتنا أمجاد. طبعا مثل ما عرفنا يا أصايل ويا أصدقائي الأطفال أنه كانت إجابة الشلة هو الخيل، ومثل ما عرفنا أن الخيل أهمية بالغة خاصة عند العماني، ولقد اشتهر العمانيون منذ القدم بتربية الخيل والعناية بها وترويضها في فنون الفروسية. ويذكر أن أول خيل انتشرت عند العرب كانت تسمى زاد الراكب. ومعانا الحين، أتمنى طبعا أنكم استفدتم من هذه المعلومات، ومعانا الحين صاحب الصوت الجميل مشعل القمشوعي. أهلا وسهلا فيك يا مشعل، تعطيني ناقل الصوت يا فرحان؟ تفضل. تمام، تفضل يا مشعل. أهلا وسهلا فيك يا مشعل معانا في برامجنا. في البداية يا مشعل، تخبرنا عن بداياتك، مواهبك، والأشياء اللي تحب أنك تسويها في وقت الفراغ يا مشعل. أولا نشكركم على هذه المقابلة وهذا البرنامج. كانت بداياتي في المدرسة مع مجموعات نقدم أناشيد للعيد الوطني، وكنا في مجموعات بسيطة يعني، والآن لقد أصبحت يعني أظهر منشد. حلو. نعم. يعني قبل كنت في مجموعات بسيطة أنت وأصدقائك تنشدوا الأناشيد، الحين ما شاء الله تفردت وحدك بالإنشاد، صحيح يا مشعل؟ نعم. تمام. طبعا إحنا تحدثنا يا مشعل في موضوعنا للأسبوع الماضي عن الخيل، ومثل ما يعرف أن الخيل كذا موضوع شيق وجميل، والخيل تغنى بها العرب وتغنى بها الشعراء، وأيضا المصورين والرسامين كلهم أبدعوا في تجسيد الخيل، صحيح؟ تحدثنا عن أهمية الخيل بالنسبة للعماني وأيضا بالنسبة للعرب. طبعا الخيل دور كبير في للعرب وخاصة العمانيين، تتمتع الخيل بمكانة عالية عند العمانيين، فهي رمز للشهامة والرجولة، وهي محل افتخارهم بها. حلو، إذن هذه هي أهمية الخيل، مثل ما عرفنا هي رمز الشهامة والرجولة، وأكيد محل افتخار لكل عماني يعني يمتلك هذه الموهبة. هل تحرص على أنك تحضر مسابقات الخيل أنت وأصدقائك؟ لا، ما تحضر المسابقات ولا تتابعها؟ أتابع إذا كان طالع يعني، وإذا انتبهت له أشوفه، إذا ما انتبهت ما أشوفه. تمام. طيب، في مقولة لعمر بن الخطاب تحثنا على السباحة وركوب الخيل والرماية، تعرفها؟ نعم، اللي هي تقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. تمام، إذن هذه هي مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نرجع لموهبتك الحلوة والجميلة يا مشعل، طبعا أنت محضرنا اليوم شيء، صحيح؟ نعم. إيش راح تسمعنا يا مشعل؟ شلة عن عمان. شلة عن عمان، تفضل يا مشعل. بشوف قابوس، مشعل ممكن تشوف على الكاميرا؟ تفضل. بشوف قابوس الوفا شعري رقا، افرحي يا السلطنة في كل دار، وانقشي يا عمان في يوم اللقا، حب قابوس الفخر عز وشعار. بشوف قابوس الوفا شعري رقا، افرحي يا سلطنة في كل دار،
وانقشي يا عمان في يوم اللقاء، حب قابوس الفخر عز وشعار، هقوة الشعب العماني لا هقى، والبريم يجاوبكم الظفر، ابتسم في بسمتك صدق ونقى، شوف تكتشف جروح الانتظار، انت نبع الخير وانت من سقى، وانت عز الشعب الاصغار وكبار، وانت عز الشعب الاصغار وكبار. شكرا لك يا مشعل، الله يعطيك العافية ان شاء الله، والله يوفقك ان شاء الله، ان شاء الله نشوف منشد كبير من منشدين العمانيين. اشكرك. الحين فرحان وين فقرتك؟ موجودة يا صديقتي. هذه فقرتك اللي احنا ننتظرها طبعا في كل حلقة. اشكرك مشعل، ممكن انك تتفضل. شكرا يا مشعل. شكرا. يلا يا فرحان. حسنا. نسمع الفقرة الحلوة والجميلة اللي محضرنا اياها يا فرحان، تفضل. تعرفونها بالطبع؟ سلوكنا عنوان. عنوان. سلوكنا عنوان. وانتم يا اصدقائي الاطفال تعرفونها؟ فقرة سلوكنا عنواننا. سلوكنا عنواننا. احسنتم. أصدقائي أهلا بكم إلى فقرة سلوكنا عنواننا. سأقدم لكم يا أحبائي بعض من الإرشادات والسلوكيات الإيجابية في حياتنا اليومية، وموضوعنا اليوم عن سلوكنا مع الأصدقاء. ماذا؟ سلوكنا مع من؟ الأصدقاء. سلوكنا مع الأصدقاء. من فضلكم استمعوا إلي جيدا، يجب أن نحافظ على سرية الأحاديث مع الأصدقاء وأن نحافظ على أسرارهم، وأيضا يا أصدقاء الأطفال أن نبتعد عن المزاح الثقيل والكلام الجارح، وأيضا يا أصدقاء الأطفال عدم التدخل في خصوصياتهم، وأيضا يا أصدقائي يجب أن نختار الأوقات المناسبة لزيارتهم، وأيضا يا أصدقائي يجب علينا أن نختار الوقت المناسب للاتصال بهم، وأيضا إذا أخطأنا في حقهم يجب أن نبادر بالاعتذار. إذن علينا أن نتعامل بلطف واحترام ورقي مع أصدقائي، فسلوكنا عنواننا. وشكرا لكم، نوجه له تحية. مع السلامة مشاهدينا الكرام.